كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بخير، ضحكة فرح. مساكم الله بكل خير متابعينا متابعي قناة السعودية والسعودية. الآن في هذه الليلة نطل عليكم ليلة العيد بعد أن من الله علينا بصيام شهر رمضان المبارك، نسأل الله لنا ولكم القبول يا رب العالمين. كل عام وانتم بخير، والأمة والإسلامية والعالم أجمع بخير وسلام ومحبة. فهذه الليلة السعيدة أكيد حننقل لكم من استديوهات قناة السعودية والسعودية الآن أجواء الأنس والمحبة والفرح بعد ما قضينا شهر كامل إحنا والطاقم والزملاء، ننقل لكم تجهيزاتكم لكل ليالي رمضان. الليلة حنعيش الفرحة والبهجة لليلة العيد بعد ما من الله علينا بصيام هذا الشهر الكريم والفضيل. طبعا بهذه المناسبة العظيمة والمباركة نستمع لكلمة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، والذي تشرف بإلقائها معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله القائل في محكم التنزيل، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أبنائي وبناتي، إخواني وأخواتي المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية والمسلمين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهنئكم بعيد الفطر المبارك، وكل عام وأنتم بخير. نحمد الله الذي أتم علينا شهر رمضان المبارك، ونسأله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يعيده علينا بالخير والمسرات. ونشكر المولى سبحانه أن بلغنا عيد الفطر السعيد الذي تتجسد فيه معاني التواد والتراحم والمحبة والتسامح. لقد أنعم الله تعالى علينا في بلادنا المملكة العربية السعودية بنعم كثيرة، منها نعمة اجتماع الكلمة ووحدة الصف، وشرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار، مواصلين نهج المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه وأبنائه ملوك هذه البلاد المباركة من بعده. ونحمد الله تعالى الذي من على ملايين المعتمرين في شهر رمضان المبارك بأداء مناسك العمرة بسهولة ويسر بفضل الله، ثم بالجهود المتواصلة التي بذلتها قطاعات الدولة لخدمة ضيوف الرحمن تسهيلاً لأداء عباداتهم والقيام بنسكهم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. وإذ نستقبل عيد الفطر المبارك هذا العام، لنؤكد ضرورة وقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني وتوفير ممرات إنسانية وإغاثية آمنة وإنهاء معاناته، بتمكينه من الحصول على جميع حقوقه المشروعة بما في ذلك إقامة دولته المستقلة والعيش بأمان. نرجو الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها وأمانها واستقرارها بمنه وكرمه سبحانه. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أحلى عيد ضحكة فرح من كل قلب، في أحلى عيد. مثل ما شفنا مشاهدين الكرام على قناة السعودية وقناة السعودية الآن، نذكركم أن احنا متواجدين خلال هذا البث ليلة العيد المباركة. استمعنا إلى كلمة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله،
والذي تشرف بإلقائها مع الوزير الإعلام الأستاذ سلمان الدوسري. طبعا دائما هيئة الإذاعة والتلفزيون لازم في كل فرحة في كل مناسبة وعلى مدار السنة تقدم لك كثير من الإنجازات العظيمة. مشاهدينا الكرام، هيئة الإذاعة والتلفزيون تقدم هذا العام إذاعة الخزامة، واللي حتنطلق بفن عريق وأصيل يقدم لكم هذه العراقة اللي تتمتع فيها الثقافة السعودية والعديد من الثقافات. ونحن نسعد من خلال قناتكم، قناة السعودية، قناة السعودية الآن، نقول لكم انتظروا انطلاق موجة الخزامة في الساعة 12 صباحا من أول أيام عيد الفطر المبارك، وهي أكبر إذاعة موسيقية سمعية تحفظ الفن الأصيل. خزامة، الفن السعودي عريق بعراقة رائحة الخزامة، وله لون خاص كلون الخزامة بكل تأكيد. فن، نغم، طرب، أصالة، لثقافتنا أبعاد وأبعاد، كل ثقافة مختلفة، والفن ثقافة والكلمة دائما مفتاح له، واللحن هوية لكل أغنية سعودية، وأكيد حتكون لها بصمة. تاريخ مليء بالجواهر الفنية، أصوات وأسماء وألحان تعرض مقاطع سريعة لأهم الأغاني السعودية. محمد عبده، أبو بكر سالم، طلال مداح، عباد الجوهر، راشد الماجد، عبد المجيد عبد الله، خالد عبد الرحمن، وعايض، والكثير من الأغاني السعودية اللي لها رونق ومذاق خاص ورائحة تمثلنا كرائحة الخزامة. كونوا بالقرب وعلى الوقت لإطلاق خزامة، أكبر إذاعة موسيقية. بعد ساعات قليلة حتستمتعون وتسمعون إذاعة الخزامة على الترددات التالية: الرياض 101.5 FM، جدة 95.3 FM. استعدوا وانتظروا للانطلاقة الحقيقية لأكبر إذاعة موسيقية، خزامة. ثقافة أبعاد، وأبعاد كل ثقافة مختلفة. الفن ثقافة، الكلمة مفتاح له، واللحن هوية له. الأغنية السعودية لها بصمة وتاريخ مليء بالجواهر الفنية، أصوات، أسماء، وألحان. يا عطر الليل ليلة تمرني. الأغنية السعودية لها رونق ومذاق خاص ورائحة تمثلنا كرائحة الخزامة. الفن السعودي عريق بعراقة رائحة الخزامة، وله لون خاص كلون الخزامة. فن، نغم، طرب، وأصالة. خزامة، أكبر إذاعة موسيقية سمعية تحفظ الفن الأصيل. وكلنا أكيد بانتظار وحماس لانطلاق إذاعة خزامة، أكبر إذاعة موسيقية حتكون مميزة بهوية العراقة والأصالة للفن والألحان والكلمات السعودية المختلفة دائما. طبعا هذه واحدة من المفاجآت اللي بإذن الله حننتظرها ونسعد فيها ونستمتع فيها، خصوصا أنه بهجة العيد دائما الفن هو جزء كبير منها، ما بين التحضير والتجهيز والشراء وغيرها من المتع اللي نعبر فيها عن فرحتنا وبهجتنا لليلة العيد. وأكيد حيكون في تغطيتنا الليلة تجهيزاتكم، وحنوصل لكم ونشوف ايش قاعدين تسوون لكل فرد فيكم، لكل عائلة، لكل الأماكن في مختلف مناطق المملكة. زملائنا موجودين معاكم في كل الأروقة، حنشوف وياكم تجهيزاتكم اللي حنستمتع فيها. لكل شخص فينا لها اهتماماته وتجهيزاته لها الفرحة العظيمة اللي هي هدية من هدايا الله لنا بعد ما أكملنا صوم شهر رمضان المبارك. زملائنا مستعدين وجاهزين، لكن حيفصلنا بيننا وبينهم دقائق بسيطة، حينقلون لكم كل مشاعر تجهيزات الفرحة اللي حتبسطكم. مثل ما أنتم شايفين على الشاشة، هذول زملائنا اللي موجودين في المناطق. طبعا زميلنا وليد المالكي حيسعدنا أكيد من جدة وينقل لنا أجواء الفرحة واستعدادات العيد، كمان زميلنا صالح العمري وزميلنا أحمد عسيري وكمان زميلنا يزيد السالم. نقول لهم يا رب كل عام وانتم بخير، عيد فطر مبارك. اليوم لهم دور مبهج وخاص لأنهم حينقلوا لنا أجواء فرحتكم وتجهيزاتكم. يعني فجأة ممكن تلاقي نفسك في محل داخل عليك واحد من مراسليننا يشوف استعداداتك وتجهيزاتك. طبعا حنبدأ الآن مع زميلنا وليد المالكي
المتواجد ومستعد ينقل لنا ايش الاجواء وتجهيزات العيد عنده. يسعد اوقاتك بكل خير زميلنا وليد. عيد فطر مبارك. اليوم الاجواء مختلفه، يعني على طول فتره شهر رمضان كنا ننقل اجواء الاستعداد لليالي رمضان ولحظات الافطار والصلاه والمشاعر الروحانيه. اليوم ايش عندك يا وليد ليله العيد؟ كل عام وانت بخير، وكل عام وجميع مشاهدين قناة السعودية بخير وسعادة في طبعا في هذه الفرحة الكبرى بعيد الفطر المبارك. طبعا أنا الآن موجود في مغسلة سيارات، تجهيزات العيد للجميع كثيرة، ومطالب العيد والاستعداد للعيد والاستعداد لهذه الفرحة الكبيرة يشمل جميع احتياجات الإنسان طبعا داخل البيت، من ملابسه الشخصية، من احتياجاته الخاصة، ومن جميع احتياجاته وشؤونه الخارجية. احنا الآن في مغسلة سيارات، الكل طبعا يحرص انه يظهر بأبهى حلة في العيد، حتى سيارته يكون مصر انه يغسلها وتطلع ما شاء الله تبارك الله بأفضل صورة هو وسيارته. الآن أنا معي الأخ متعب الشيباني صاحب هذه المغسلة. أول شيء نرحب فيك في قناة السعودية، وكل عام وأنت بخير. وأنت بخير وصحة وسلامة يا مرحبا ومسهلا، وحياكم الله ونورتونا وبزيارتكم هنا في الفرع. وزي ما أنت شايف تونا فاتحين الآن السلع، شوف إلى فين إذا تقدرون تجيبون السلع. متواجد في السلع أكثر من 35-40 سيارة، ما راح يوقف السلع إلا صلاة الفجر، قبل صلاة الفجر. إيه. من العصر تقول لي إلى تقريبا صلاة الفجر الناس تغسل سيارات. من الساعة 1 الظهر، من الساعة 1 الظهر إلى الآن تقريبا أكثر من 150-200 سيارة إلى الآن. ما شاء الله، هذه الزحمة بس اليوم ولا اليومين اللي راحت بعد؟ لا، من أمس بدأت الزحمة معانا زي كذا، من أمس بدأت معانا الزحمة بالطريقة هذه، لكن اليوم راح يكون الزحمة بشكل أكبر يعني. جميل جدا. طيب انت خصوصا هل بدات في تجهيزات العيد ولا لسه؟ والله انا بدات في تجهيزات العيد من قبل العيد 3-4 ايام، لانه انا عارف من قبل العيد بيومين ثلاثه ما راح اقدر افارق اللي هو الفرع الرئيسي اللي هو هنا، فانا عارف اني من قبل 3 ايام من العيد لازم اكون جاهز بشكل كامل عشان اقدر امسك استلم الفرع الرئيسي هذا، لانه هنا الفرع عندنا فرع رئيسي في سيارات بشكل مهول تجينا ما توقف السيارات، فلازم نكون متواجدين هنا، فالإدارة كاملة لازم تكون هنا موجودة. ما شاء الله الكل يستعد للعيد ما شاء الله، ولازم الناس تخلي سيارات عدلة وصيك سيارات الناس. الله يحييكم كلكم، سياراتك وسيارات الناس هذه أمانة عندنا، لازم نهتم فيها رعاية أكثر ما هي نظافة. العافية أستاذ متعب، شكرا لك. الله يحييك يا مرحبا ومسهلا. طبعا هذه واحد من الاستعدادات للعيد، انه الواحد كل متعلقاته الشخصيه وسيارته تكون جاهزه ونظيفه عشان يبدا العيد باذن الله وهو في افضل صوره. احتياجات كثيره للناس، ترجع لي يا خالد، احتياجات كثيره للناس يحرصون عليها قبل دخول عيد الفطر المبارك. كل عام وانتم بخير. الان اعود بالصوت والصوره الى الزملاء في الاستديو. شكرا لك زميلنا وليد المالكي على هذا النقل، وهذه واحدة من الاستعدادات اللي أكيد الشباب والبنات يحرصوا عليها، والزحمة مثل ما أنتم شايفين وأتوقع زحمة في كل مكان. وبنروح كمان لم واحد من الأماكن الجميلة واللي موجود فيها زميلنا أحمد عسيري من أبها، يعني هذا واحد من أهم الأماكن اللي إحنا نرتادها خلال هذه الأيام يا أحمد، والمكان جدا جميل، أثرت فضولي جدا خصوصا قاعد أشوف الثياب العسيرية خلفك أو في المكان اللي أنت موجود فيه. كل عام وأنت بخير، عيدك مبارك يا أحمد، عطينا التجهيزات اللي موجودة. مساء الخير نهى، كل عام وانت طيبه. فعلا يا نهى، اليوم انا موجود في السوق الشعبي بمدينه ابها. هذا السوق والذي يحتوي على 200 نقطه بيع يتم من خلالها تداول الملابس العسيريه والحرف اليدويه والمشغولات. للحديث عن هذا السوق وايضا ما يحتضنه من يعني مواد يستعدون من خلالها المواطنين لاستقبال العيد وسط بهجه وفاء وفرحه، تنضم الي المواطنه اللي هي موجوده من قبل دقائق لاخذ بعض احتياجاتها للعيد. نتعرف عليك، الله يعطيك العافيه. الله يا استاذ احمد، وحيا الله قناه السعوديه، كل عام وانتم بخير وبصحه وسلامه يا رب، وجميع المسلمين يا رب العرش العظيم. سوق الثلاثاء احد ابرز المعالم التاريخيه في منطقه ابها، ويعد سوق الثلاثاء من الاسواق الشعبيه في المنطقه. يتميز السوق بحضور قوي من اهل المنطقه ومن السياح والزوار لهذا السوق الجميل التي تتوفر فيه جميع المنتوجات الشعبيه.
الله يعطيك العافية ويجعل أيامك كلها أعياد. اليوم أنت تركتي المولات وتركتي الأماكن الحديثة وأصريتي أن يكون أول محطة لك للتسوق لأخذ استعدادات العيد هي سوق الثلاثاء. إيش الأشياء اللي إن شاء الله راح تأخذيها الليلة ويعني تستعدي من خلالها للعيد؟ والله سوق الثلاثاء طبعا لها طابع في نفوسنا اللي ريحة الجدات، ريحة أمهاتنا وأبائنا أمهاتنا القدامى في هذا المكان، الحنة، الملابس العسيرية، الفضة، الأشياء الجميلة التراثية اللي تمثل لنا وتمثل المنطقة. خلينا نركز اليوم على الثوب العسيري ويعتبر ركن أساسي في يعني لبسه في أول أيام العيد. إيش أنواع الثوب العسيري اللي الليلة يعني راح تتحفينا وتشرحيني عنها؟ والله شوف، الثوب العسيري هو نوع واحد اللي هو مزند واللي تلبسه المرأة العسيرية، وثقافة المرأة العسيرية متطورة بالنسبة للبس العسيري. تختلف يعني تختلف الزي العسيري من 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 موديل لموديل، يعني ما هي سوى الموديلات ولا التفصيل يختلف وكذا، لكن فيه طبعا لبس معين هو اللي دائم احنا ناخذه، هو العسيري اللي احنا نعرفه دائم. طيب خليني اشرح لنها اليوم اللبس اللي انت جاي تلبسيه الان، اشرحي لي عن اللبس هذا. والله اللبس هذه الشيلة هذه اسمها أهل أبها كانوا يرتدونها قديما، وهذه العصبة هذه أهل السواحل دائم يستخدمونها. فأنا يعني خلطت مكس الشيلة اللي من أهل أبها والعصبة اللي من الساحل. طيب الله يعطيك العافية. أكيد هنالك غير الثوب العسيري هنالك أشياء كثيرة موجودة في هذا السوق يعني تحتاجينها في لتكون يعني من أبرز الاستعدادات العيد، مثل النباتات العطرية وغيرها. حدثين عن الأشياء اللي ممكن تضيفينها إلى سلة مبيعاتك اليوم إضافة إلى الثوب العسيري. أكيد الروائح الطيبة مثل البخور، مثل العودة، مثل المكسرات، مثل الأشياء الجميلة اللي موجودة في السوق، المكسرات القديمة، القشر، القهوة، البهارات، العسل، السمن، هذه نستخدمها صباح العيد. ما دام جبتي سالفة العسل والسمن، أكيد أنت الآن مخططة أنه بيكون راح وجبة بكرة تعدين وجبة لاستقبال ضيوفك اللي هي قد تكون عريكة وقد تكون غيرها. الوجبات اللي مكررة عندنا هي التصابيح والعريكة في الصباح العيد. العريكة هي أهم حاجة والتصابيح والمبثوث، حتى المبثوث والله. طيب اشرحيني عليها. الله يعطيك العافية، لأن نعرف المشاهدين عن أكلات عسيرية اللي في أول يوم العيد. يعني إيش تحتوي مثلا العريكة؟ عن البر، العريكة من البر تعجن وتخبز ثم نحط عليها السمن والرضيف والعسل. التصابيع برضه من البر يستخدم فيها اللبن والحليب، بعضهم الحليب بعضهم اللبن بعضهم الموية، تختلف طريقة الصنع لكن الطعم واحد. بالنسبة للمبثوث، المبثوث يعتمد على اللبن، يبث الدقيق وينحط فيه اللبن ثم يقدم للضيوف. هذه من الأكلات الشعبية اللي موجودة في منطقة عسير أو في منطقة أبها بالذات. أنا شايف اليوم في قسم من السوق اللي هو الأواني والتنور اللي يصنع فيه الخبز، أنا أشوف المواطنين أقبلوا عليها. يعني إيش الأواني اللي تستخدمونها في عرض مثلا استعداداتكم للعيد؟ الموسم، التنور، احنا نقول له الموسم، التنور اللي يخبزون فيه الخبز الجنوبي اللي هو اسمه الموسم والتنور. اي الله يعطيك العافيه ويجعل ايامك كلها اعياد. شكرا لك وان شاء الله فالكم التوفيق ان شاء الله. اياك ان شاء الله يطول عمرك. تسلم، الله يعطيك العافيه، شكرا لك. اذا يا نهى، كما تشاهدين يستمر توافد المواطنين على سوق الثلاثاء لاخذ ابرز الاستعدادات التي تعانق جمال عسير. هذا كل ما لدي في هذا النقل الحي، اعود لك بالصوره والصوت. شكرا لك زميلنا أحمد، شكرا لضيفتك أكيد اللي حتى كلمتنا عن سفرة عيد الفطر يعني في الصباح الباكر، شيء ما نستغني عنه، لا نتكلم عن العريكة لا المبثوث لا غيره وغيره. وإن شاء الله يا كذا يعني من نقولات زملائنا نتفاجأ بشيء من هالجميل مجهز، طبعا من غسيل السيارات وتجهيز السيدات للثياب العسيرية. ننتقل لزميلنا صالح العمري، موجود في واحد من أكثر الأماكن اللي عليها الزحمة. أنا أتوقع الأجواء عندك والزحمة عندك يا صالح يمكن من الظهر. يسعد أوقاتك، كل عام وانت بخير، كيف الأجواء عندك ووضع الزحمة؟ يعطيك العافية نهى، وكل عام وانتم بخير. وكل عام وانتم بخير مشاهدينا الكرام. وفعلا نهى اليوم يمكن أنا في أهم مكان يكون في تجهيزات العيد، ليلة العيد هذه المواقع تشهد ازدحام كبير جدا. يمكن احنا خلال الساعات الماضية يمكن كنا متواجدين مع الزملاء في هذا الموقع قبل ما نبدأ اللقاء، وفعلا الناس بدأت للتزاحم والتواجد في الحلاقين. يمكن فعلا يعني مغاسل السيارات، التجهيزات للحلويات، التجهيزات في الأسواق، هذه أكثر الأشياء
اللي تكون في خلال ليلة العيد، والجميع يحرص أنه يخلص أموره قبل ما يبدأ، يعني أول ما يجي الإعلان أنه غدا إن شاء الله العيد يبدأ في تجهيزاته. وفعلا الحلاق وموقع الحلاقين يكون من أكثر الأماكن اللي تشهد إقبال كبير جدا، يمكن حتى من الأيام الماضية شاهدنا ازدحام كبير في مجموعة من الحلاقين لي يعني الحلاقة والتجهيزات لليلة العيد. اليوم بناخذ مع الزملاء هنا في أحد المواقع في مدينة الرياض، بناخذ تفاصيل أكثر عن هذه الحلاقة ويمكن أكثر ما يستعدون له الزملاء. معي الأستاذ عبد الهادي البديري وصاحب أحد المحلات، يعطيك الهادي الأستاذ عبد الهادي. واليوم زي ما تطرق الزملاء زميلتنا نوها في الاستديو تقول إنه هذا يعتبر من أهم الأماكن اللي تشهد إقبال كبير في ليلة العيد. صحيح. أول شيء نقول لك كل عام وأنتم بخير، ونتكلم عن الزحمة اللي تجيكم يعني في الأيام السنين الماضية والأيام الماضية وتحديدا ليلة العيد. صحيح، في دائما يكون عندك في ليلة العيد خاصة يكون في ازدحام بشكل مو طبيعي بخصوص العيد، فالحمد لله يعني هو عارف أنت الحلاقين أهم شيء الناس يحلقون عشان ليلة العيد، فهذا يعني تكون تفرق عن الأيام العادية بسبب أن كله وده يعيد مع أهله واللي وده يسافر، فمفروض أنه يكون يطلع شكله زين. طيب سيد عبد الهادي، يعني فعلا لو قلنا تحديدا هذه الليلة، هل نقول أنه أي أحد يجي يدخل الحلاق أو لازم تكون حجزات مسبقة، أو كيف أنتم ترتبونه يعني في هذه الليلة؟ والله هي إحنا قاعدين نلعب على الطرفين، في حجوزات وفي اللي قاعد ينتظر، في بعضهم ينتظر بالساعات عشان يقدر يحلق، خاصة هذه الليلة زي ما ذكرت زي ليلة العيد، فالناس تنتظر لين يعني الساعة 7-8 الصباح وهي قاعدة تنظر عشان تحلق ويطلع شكلها زين في ليلة العيد. واللي عنده حجز يدخل على طول؟ اللي عنده حجز يكون مأكد عليه الموعد وعلى طول يجلس بنفس المكان. يعني صارت الحلاق يعني من أشياء مهمة جدا، يعني الحجوزات هذه ممكن نقول إنه حجوزات سيارات، حجوزات زي كذا، صارت إنه الحلاقة لا لازم أحجز قبل ما أبدأ. صادق، يعني في أبليكيشن تكون حجز عن طريقه أو تتصل على رقم الجوال، هذه هي. طيب الفترة العيد تفرق عندكم على الأيام العادية؟ وأنا أشوف أنها طبيعي. أكيد أكيد تفرق، يعني يصير ازدحام شديد، أنت في عالم تنتظر من 20 رمضان وهي ما تحلق إلين ليلة العيد وهي يعني ودها تطلع شكلها زين، عرفت؟ في أحد يطلع ما يحلق؟ لا يعني ما يمديه الوقت؟ في بعضهم يطلع ما في وقت. أنا يعني ما يعني في صالوني، أنا هنا عندي ديتيل صالون، الناس تنتظر وقت طويل عشان تقدر تحلق، عرفت إيش قصدي؟ هذا هو. يعني فعلا انا يعني حتى انا اتكلم عن شخصي، انا من الناس اللي احرص اني احلق قبل يوم او يومين من العيد علشان اتفادى هذه الزحمه بسبب الازدحام اللي يصير. صادق. ايش رايك نشوف مع احد الشباب اللي متواجدين هنا في الحلاق؟ استاذ عبد الهادي يعطيك العافيه، برجع لك مره. تمام ولي باذن الله. زميلي هلال خلك معي، بنشوف احد الشباب اللي حرص انه يكون متواجد يعني بعد الفطور مباشره، وما شاء الله نقول له نعيما في البدايه. تجيني هنا بس عشان اخلص اللقاء مع الاستاذ العزيز هذا. وش يتعرف عليك ابو سعود؟ تقدر تلف لي الكرسي عشان يظهر معنا؟ لا كذا كذا للكاميرا للكاميرا، خلي ينور معنا اليوم في العيد. الاسم الكريم ابو سعود. حياك الله ابو سعود. اليوم نقول لك كل عام وانت بخير. حرصك الحلاقه ليله العيد انت رتبها ولا تحرص انك تكون قبلها بساعات كذا، ولا ممكن تقول قبل يوم يومين؟ لا والله احنا هنا ما شاء الله شعب شعري يطلع بعد ما اطلع من الحلاق مباشره، فلا رتبها قبله بساعات يعني. ولا تحس انه باللحظات الاخيره؟ اي والله ما في الا في الدقائق الاخيره بعد، مو في اللحظات. ايش اللي تحرص عليه لما تيجي تحلق؟ والله حلاقه الشعر الدقن، ايش اللي ترتبها في ليله؟ والله اول شيء المكان، احرص على المكان زي هذا المكان ما شاء الله، بعدين لازم اكيد شعر ودقن وصنفره، ترتب امورك يعني بعد من الى ما شاء الله. من الى يعني ما شاء الله. حتى الاستاذ عبد الهادي يسولف معي يقول انه نشهد حتى ممكن حجوزات، يعني مو باي احد تجي، ممكن حتنتظر طويل، يعني هذه الليله تشهد الزحمه كثيره. صحيح، ما خلونا نفطر في البيت اليوم، يعني اضطرينا ننتظر هنا بعد الفطور مباشره عشان نلحق مكان ما شاء الله. شفت مقطع الواحد حلاق انه صار غني وصار زي كذا على ليله العيد فقط؟ والله الله يسر. مطلوب اي والله، نشوف اذا عاد يرد على مكالماتنا بعد كذا. اجل اجل خليك تكمل، وكل عام وانتم بخير ومن العايدين قبل الزحمه. من الفايزين. الله يجزاك خير. الله يعطيك. يمكن زميلي هلال يعني زي ما هو مشاهد خلفي لمشاهدينا الكرام، فعلا الجميع هنا يحرص انه يكون في هذه الليله يتواجد لي يعني يلحق هذه الليله المميزه علشان يكون في حلته في العيد يعني بشكل مميز وشكل رائع. استاذ عبد الهادي خليني بس اختم معك في على السريع، بكره ان شاء الله العيد، يوم العيد تكونون مفتوحين؟ يعني قبل الصلاة تفتحون قبل الصلاة ولا بعدها؟ احنا اليوم متواصلين ان شاء الله من يعني من بعد ما اذن المغرب اليوم الين الساعة 10-11 الصباح.
فهذه لأنه يكون إقبال الزبائن بشكل مهال يعني. الله يعطيكم العافية وإن شاء الله موفقين ونراكم إن شاء الله في خير ومن خير بإذن الله إن شاء الله. حياك الله. مشاهدينا الكرام، يمكن هذه الجولة المميزة اللي كنا فيها في أحد المواقع في مدينة الرياض، فعلا الحلاق يشهد إقبال كبير جدا، ويمكن الساعات القادمة بتكون أيضا إقبال كبير، زي ما تطرق أخوي عبد الهادي إنه بتكون لحد إن شاء الله صلاة العيد وبعد أيضا صلاة العيد. والحلاقة جميلة والله يوفق الجميع إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير وملعايدين قبل الزحمة. نوها خليني أعود لك في الاستديو، تفضلي كلمة لك. الله يعطيك العافية زميلنا صالح وضيوفك الكرام أكيد اللي قاعدين يتجهزون للعيد، يعني اللي صبر الواحد على هالزحمة وعلى هالضغط، يعني حتى يقول ما أفطرنا في البيت، اضطرينا نفطر في المكان وفي المحل، إنه بهجة العيد والواحد بيتونس إن شاء الله ويحلل هالتجهيزات هذه كلها. طبعا صالح وأحمد وزميلنا وليد نقول لكم خلوكم معنا، شوفوا كل تجهيزاتنا ونقولاتنا واستمتعوا مع باقي الزملاء اللي بإذن الله حيكونوا متواجدين وينقلوا لنا أجواء الفرحة وتجهيزاتنا ليوم غد بإذن الله. حنشوف أكثر لكن بعد هالفاصل لا تروحوا. شعرك هولي، أنا آسفة كنت أخبيك كل مرة يسألوني لو كذا طالع فيك، أمحيك إلين ما صرت تالف، بس أشوفك الحين وأشوف جمالك. فانتين كيرلي، المجموعة الجديدة المخصصة للكيرلي بدون صفات، ترطب وترجع المرونة. شعرك هولي، أقول لهم ثقة أنا كذا طالع فيك. فانتين. كلنا نعرفها، اللي ما تكمل اللمة إلا لما هي تطل، في أي طلعة نلقاها معنا وافية وكافية ودوم تروينا. نوفا، في قلب كل جمعة. شيء أتحسس منه أسوي له سكيب، خصوصاً الحساسية في الدورة الثقيلة سكيب. بس الحين صار في Always Aloe كول الجديدة لأيام الدورة الثقيلة، لخلاصة الألوي فيرا لصفر حساسية، تمتص التسرب الثقيل فوراً لصفر تسريب، حساسية بالناقص. كلنا نعرفها، اللي الحياة ما تكمل إلا بوجودها، مهمة دايم معنا جنبنا وبين يدينا. نوفا، في قلب كل جمعة. تدرون أن 80% من اللي يعانون من القشرة يعانون من التساقط؟ وشيف فايز واحد منهم، لو أهمل القشرة كان خسر شعره ومستقبله. القشرة تضعف الشعر وتخليه عرضة للتساقط، لكن Head & Shoulders يقضي على القشرة 100% ويرجع القوة للشعر. خلص على القشرة قبل ما تخلص لك على شعرك. شعرك هولي، أنا آسفة كنت أخبيك كل مرة يسألوني لو كذا طالع فيك، أمحيك إلين ما صرت تالف، بس أشوفك الحين وأشوف جمالك. فانتين كيرلي، المجموعة الجديدة المخصصة للكيرلي بدون صفات، ترطب وترجع المرونة.
شعري كيرلي، أقول لهم ثقة أنا كذا طالعة فيك. بانتين. كلنا نعرفها، اللي ما تكمل اللمة إلا لما هي تطل. في أي طلعة نلقاها معنا، وافية وكافية ودوم تروينا. نوفا، في قلب كل جمعة. مناطق المملكة خلال هذه الساعات لها تجهيزات خاصة بمناسبة العيد بإذن الله. بكرة حتختلف، لا من ناحية التميز، لا من ناحية الشكل، لا من ناحية أنها تستهدف عوائل أو شباب أو أفراد، بكافة أنواع الأنشطة والفعاليات اللي حتمتع الناس في يوم غد وخلال أيام العيد. ومن ضمن هذه الجهات المسؤولة عن هذه التجهيزات الجميلة أمانة منطقة الرياض، اللي كشفت تفاصيل فعالياتها للحوامات في مختلف المواقع في مدينة الرياض مناسبة قرب عيد الفطر المبارك، ومشاركة المجتمع الفرح بهالمناسبة السعيدة. وجهزت الأمانة مواقع للوصول أكبر عدد من السكان مشاركتهم الاحتفال، واللي يخلق أجواء تفاعلية من خلال فعاليات متنوعة ومميزة ومسابقات وأنشطة ترفيهية حتسعد كل الحاضرين. طبعا الحديث عن تفاصيل الفعاليات ينضم معنا عبر الهاتف المشرف العام على مركز الاتصال المؤسسي بأمانة منطقة الرياض الأستاذ ثامر السديري. أهلا وسهلا فيك أستاذ ثامر، حياك الله، كل عام وانت بخير وعيد فطر مبارك يا رب. كل عام وانتم بخير، حياكم الله، وإن شاء الله أنا سعيدة ونتقدم من خلالكم إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد بمناسبة عيد الفطر السعيد والشعب السعودي الكريم. يا هلا وسهلا فيك أستاذ ثامر، تشكرون على كل الجهود اللي قاعدين نشوفها على أرض الرياض. ودنا نتكلم عن التجهيزات الحالية اللي موجودة وأنواع الفعاليات المتنوعة اللي بإذن الله حتحظى بإعجاب الزوار. أول شيء حياكم الله وشكرا لكم على تغطيتكم الدائمة والدعم اللامحدود اللي نلقاه من القنوات السعودية بشكل عام. اليوم السنة هذه تقريبا سنة التجهيزات مختلفة، بدأت بإحياء الموروث الشعبي عبر تطبيق فعاليات حوامات الأحياء. كانت عندنا تقريبا 11 إلى 15 حوامة بدأت من يوم 28 رمضان ومستمرة إلى اليوم، أيضا يستمر عدد من الحوامات إلى يوم غد إن شاء الله ليغطي أكبر عدد ممكن من الأحياء في مدينة الرياض. أيضا لدينا عدد من الفعاليات اللي بتكون مستمرة غير الحوامات، عندنا الفعاليات الحدائق وحدائق الأماكن الأيقونية خلينا نقول في الرياض ومحافظاتها. اليوم احنا عندنا تقريبا 13 موقع داخل مدينة الرياض تم تجهيزها بالكامل لاستقبال الأهالي عن طريق تجهيز الحدائق. اليوم الحدائق بالنسبة لنا هي موقع استراتيجي جاذب يجعل هالفراغات العامة مركز للشراكة المجتمعية وأيضا للتبادل الثقافي والبهجة والسرور. أيضا عندنا على سبيل المنطقة أو على نطاق المنطقة أكثر من 75 موقع في محافظات ومراكز منطقة الرياض بشكل كامل بنطاق بلديات منطقة الرياض. الحمد لله الاستعدادات على أكمل وجه، ونرحب بالجميع ونقول لهم كل عام وانت بخير، وهذه أبرك الساعات اللي نشارك معكم فرحة الأعياد. الله يعطيكم العافية أستاذ ثامر، أنا أتوقع حتى الأجواء الجمالية يمكن عطتكم كذا دفعة جميلة باستغلال كثير من الأماكن اللي تجهز فيها هذه الفعالية.
ما في شك اليوم الرياض كلها تفرح، المملكة كلها تفرح، العالم الإسلامي يفرح في هذا الشيء، وحنا اليوم كعاصمة المملكة العربية السعودية حق علينا أن نجمل العاصمة كما هي جميلة، وأنها من سمو إلى أسمى إن شاء الله عبر تزيين الأنفاق والجسور والميادين بالإضاءات والإنارات التجميلية، أيضا الاستعدادات اللوجستية من تركيب الأعلام وتزيين الممرات وإضفاء جمالية على المشهد الحضري في مدينة الرياض والمنطقة بشكل عام. هذه الاستعدادات الدائمة التي تقيمها أمانة منطقة الرياض احتفالا مع مجتمعها والسكان والزوار وأهالي الرياض الحبيبة مستمرة، وأيضا فرقنا الميدانية يعني لا يذكرون جهد صراحة لتقديم هذه الخدمات والأعمال، لأننا اليوم احنا جزء من هذا المجتمع ونعمل على تطويره كما يعمل معنا المجتمع على أعمالنا بشكل كامل. أستاذ تامر، خليني أسألك سؤال مهم لنا كلنا خصوصا مع تعدد وتنوع الفعاليات. الآن حضور الفعاليات يستلزم تسجيل عبر التطبيق؟ أبدا، اليوم الفعاليات يعلن عنها عبر حسابات أمانة منطقة الرياض في التواصل الاجتماعي، يذكر فيها أنواع الفعاليات. اليوم إحنا مثل ما ذكرت لك 88 موقع، هذه فقط فعاليات العيد غير الحوامات اللي هي قرابة 15 حوامة. فاليوم إحنا نستهدف جميع مناطق ومواقع الرياض لتكون مواقع مفتوحة. اليوم إحنا شريك الساكن، الزيارات لا تتطلب وجود تطبيق أو تسجيل مبدئي أو تسجيل للدخول، ولكن اليوم فرحتنا من فرحة الناس، نشارك معهم هذه الأفراح ونقول لهم حياكم الله في الحدائق، في المماشي اللي موجودة في الرياض والممرات، وأيضا في المواقع اللي تم الإعلان عنها عبر حسابات أمانة منطقة الرياض. الله يعطيكم العافية، يعني لكم دائما تجهيزات مميزة في منطقة الرياض ودائما نشهدها، وتجهيزات يعني تكون بادية مبكر لأنها فعلا تكون مميزة بمجرد انطلاقتها وبدء حضور الناس. كل الشكر لك الأستاذ ثامر السديري المشرف العام على مركز الاتصال المؤسسي بأمانة منطقة الرياض. نذكركم مشاهدينا هذه التغطية لكل تجهيزاتكم وأجواء الفرحة لعيد بكرة بإذن الله على السعودية، قناة السعودية وقناة السعودية الآن. تابعونا واستمتعوا معنا، ما تدري إن كنتكم موجود معنا على الشاشة لأننا موجودين في كل مكان في منطقة مناطق المملكة. طبعا حننتقل لزميلنا سالم العجمي، موجود في واحد من أهم الأماكن اللي فعلا تأسرنا في مناسباتنا الغالية، خصوصا لما يا سلام عليك يا سلام، أيوة أنت معيد من الآن يا سالم، أيوة كذا الشكل كذا الظهر. الحين ما في سؤال إلا حنسأله وأقول لك يعني من مبكر عيدك مبارك، واضح أنت وين موجود. يعطيك العافية يا سالم، تفضل. الله يعطيك العافية زميلي نهى، مساء الخير عليك وعلى الزملاء المتواجدين في جميع مناطق المملكة لنقل الصورة لكل ما يحدث من استعدادات العيد، ومسي بالخير على المشاهدين الكرام. بكل تأكيد انقضى شهر رمضان، جعلنا الله وإياكم فيه من المقبولين. غدا هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وبطبيعة الحال الكل يستعد لاستقبال هذا العيد والكل يستعد للتجهيزات. اليوم نتواجد احنا في سوق القيصرية في الأحساء، أقدم أسواق المنطقة الشرقية وتحديدا في ركن البشوت. هذا الملبس الذي يمثل إرث تاريخي كبير لأهل الجزيرة العربية، واللي يكون دائما حاضر في كل مناسباتهم خصوصا في الأعياد. لكن تتخيل نهى أن هذا البشت اللي يرتديه الآن عمره يتجاوز 70 عام تقريبا، ولا يزال يحافظ على جمال خامته، ولا زال يحافظ على نقشته ودقته بكل تفاصيلها الجميلة. للحديث عن البشت وأهميته بالنسبة لنا، يسعدنا أن نستضيف الأستاذ طلال الأمير وهو متخصص في صناعة البشوت الحسوية. أستاذ طلال مساك الله بالخير وحياك الله على شاشة القناة السعودية وكل عام وانت بخير. ودي تحدثنا كيف الإقبال على البشوت في الأعياد وفي المناسبات وأهميتها بالنسبة لنا. السلام عليكم ورحمة الله، وأشكر الأخ وإذاعة السعودية على هالأخبار الزينة، وإن شاء الله نقول لكم كل عام وانتم بخير لقدوم العيد المبارك. والبش يعتبر موروث عربي خاص لجميع الدول العربية في الجزيرة، يعني يخص خاصة في المجتمع العربي، يعني البش يعني تورثون أب عن جد. يعني إيش اللي تطور في صناعة البشت استاذ طلال عبر السنين؟ هذا البشت هو الموروث بالنسبة لنا.
نعم التطور أول كان قديما يلبسون لونين بالكثير ثلاث ألوان اللي هو الأسود الأشقر الأبيض، والحمد لله مع تطور أزمان جات لنا قطع جودة وقطع نادرة وقالية مثل الأشياء الخامات اللي متستورد من نفس المنطقة حقتنا في نفس الجزيرة، يعني مثلا من العراق اللي هو النجفيات، من بعض الدول مثل كشمير من الخامات الكشميرية النادرة الجودة وجميع الألوان. ومثل الحمد لله الشباب عندنا هنا في المملكة العربية السعودية تطوروا الأقمشة وهم على أول، كان قديما العائلات رمضان صنع استوردت القماش الياباني تقريبا أكثر من 45 لون هي مع. جميل. طيب سؤال أخير، كيف الإقبال على البشوت وخصوصا للأطفال؟ الأطفال ما شاء الله فارحانين من يوم التأسيس، صارت مناسبات عدة في المملكة العربية السعودية، عندنا التأسيس، عندنا الله يسلمك الأعياد، عندنا الله يسلمكم يسمونه الأشياء التراثية في المملكة، كل منطقة لها 10 أيام أو شهر من التراث، فيهللون الأولاد والأطفال والبنات يلبسون الأشياء القديمة، وبالأخص الشيء اللي فيه زري، كل شيء زري دليل ان في خياطه بين الابره والخيط الزري. والالوان بكره يعني العيد ما بين الشتاء والصيف، بكره شو الالوان؟ الالوان بكره ما نقول احنا بكره، نقول الله يسلمك الخامه اللي تلبس بكره، اكثر اللبس باكر ان شاء الله ربيع، لان الربيع عندنا حلو والامطار الجميله والورود وردت في البر في كل مكان الحمد لله، والابتسامه في وجوه المواطنين والشعب والزوار والمعتمرين كلهم ان شاء الله بصحه وسلامه وخير، فتشوف الالوان مثل الورد، اللون الابيض واللون الاصفر واللون الاشقر واللون البشت، ان شاء الله بكره يوم مناسبه العيد الاغلب بيلبس الربيع اللي هو الابيض الخفيف واللون الاسود واللون العودي واللون الاشقر جميع الالوان. جميل، يعطيك العافيه استاذ طلال. شكرا للاستاذ طلال وحديثه عن البشوت وعن اهميتها بالنسبه لنا، وبكل تاكيد هذا اللبس هو موروث بالنسبه لنا متوارثينه من الاجداد وسنورثه للابناء والاحفاد بكل تاكيد. جميل انه هذا كل ما لدينا ونحن في سوق البشوت في القيصريه في الاحساء، نعود لك بالصوت والصوره. شكرا لك زميلنا سالم، الله يعطيك العافية، فعلا هذه واحدة من التجهيزات الجميلة، ومن التجهيزات نروح لهو موروث معروف ومتوارث عندنا وعادة جميلة تدخل البهجة والسرور في مختلف مناطق المملكة، وحرصت كمان أمانة منطقة الرياض أنها توسع هذا الموروث ويكون جاهز ومجهز، خصوصا أنه فعلا يكون له طابع الفرحة على نفوسنا وقلوبنا وبالتحديد الأطفال. خلونا نشوفها في تقرير زميلنا عبدالله ربيعان ونرجع لكم. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، معاكم نجلاء ساكت، واليوم أنا وأنتم في أحد أحياء الرياض راح نشارك سكان الحي فرحتهم بإحياء موروث شعبي جميل وهو حمامة العيد، خليكم معنا. حمامة العيد مشتقة من الحوم، لأن صغار يحومون ويتجولون في آخر أيام شهر رمضان على بيوت الجيران لأخذ عيدياتهم، وهي عبارة عن بعض الحلويات البسيطة أو ما يجود فيه كل بيت، وهي تعبر عن الفرحة والاحتفال بقرب العيد، وينشد الصغار وهم يطوفون على البيوت بصوت عالي أبي عيدي عادت عليكم. غلا مرة لبسك اليوم حلو جميل، من اختار لك؟ أم جدتي. حلو مرة، جميل جميل جميل، قلينا اليوم عن حمامة العيد سويت مرة، يعني تعطي فرحة وتتجمع الجيران، مرة حلو، إن شاء الله كل يوم تجي حمامة. كل يوم تبون حمامة؟ إيه. مو بكل عيد؟ لا. محمد خلاص يلا قلنا اليوم عن حمامة. الحمامة حلوة مناسبة لنا. وش جمعت عندك؟ وش جمعت؟ وش خذيت؟ هذه عيديات؟ إيه عيديات. ورني إيش خذيت؟ خذيت ذي. حلو ممتاز، بس حلويات ما في فلوس؟ اي ما في. ما في فلوس، يلا بعدين بعد شوي تجيك الفلوس بعد زياده. خلاص حوامه مره حلوه، خذيت لي انا وسدن. خلي سدن ورينا هنا ايش خذيت في الشنطه.
اوه كل هذه عيديها؟ ايه بس ما فيها فلوس. ما في فلوس؟ ابشر بالخير ان شاء الله. ان شاء الله. تجي الفلوس الحين حلاوه وبعدين فلوس. ان شاء الله. والله اليوم الحوامه زينه مره وفي حلويات كثير والعيال كثير وجينا انا واخواني لعمتي انا واخوي عمري وخذينا حلويات كثير وانبسطنا. شو اسمك يا بابا؟ مدرع. شوفوا لبس عبد الله الجميل الحلو. وانت شو اسمك؟ سعد. سعد؟ وش هذا اللبس متاعكم اليوم؟ شو سويتوا بالحوامه اليوم؟ استانسنا وانبسطنا فرحنا وجمعت الجيران كلهم. الحمد لله رب العالمين. في الحوامه تتعلق الزينات والانوار على الاشجار والبيوت وفي الشوارع. وتنعكس روح الألفة والتلاحم في المجتمع ويجتمع سكان الحي في مختلف أعمارهم ويستمتعون بجمال الزينة والمشاركة في الاحتفال والفعاليات اللي تتنظم بنفس هذا الوقت من كل عام. أم فهد الموتان، والله عندنا اجتماع اليوم الحوامة عبارة عن جمعة حبايب وجمعة أهل تعارف ومنها فرحة للأطفال. يحومون على عبارة عن يحومون على بيت بيت توزيع هدايا توزيعات مفرحات للأطفال. احنا ورثنا عن أجدادنا بائنا كذا فحبينا نسويها عشان تستمر إن شاء الله وما تنقطع. والله كانت هذه الفكرة أول مرة نسويها بالحارة. الفكرة كانت يعني مطروحة من بعض من الجيران، فكرنا فيها من قبل رمضان وقاعدين نرتب لها. وصراحة من جد انبسطنا لأن تعرفنا على جيران في نفس الحارة ما كنا نعرف عنهم شيء، بس الحمد لله يعني كانت الحوامة جمعتنا بناس كثيرين طيبين يعني الحمد لله. حوامة العيد موروث شعبي تراثي قديم انعرف بنجد من زمان مضى واندثر، إلا أنه رجع في الفترة الأخيرة بمبادرات فردية وبدأ ينتشر من جديد بسبب العناية بالتراث والعادات الأصيلة والتقاليد الموروثة اللي لابد نغرسها في نفوس أصغارنا والجيل الجديد. كثرين والله الفعاليات هذه كل بوالا وبعد قبل رمضان بعد، وهم يحطون فعاليات ويحطونها وكلهم يروح يشوفها. نجلاء ساكت لقناة السعودية الرياض. يعودك علينا آمين وكل حول نلقاك. شكرا جزيلا لزميلتنا نجلاء ساكت. أنا ذكرت زميل عبد الربعان كمان له رحلة مختلفة في فعالية الحوامة حتكون أيضا مميزة جميلة جدا، شارك فيها الكبير والصغير. أمتعتينا. أنا عجبتني البنوتة اللي تقول ما في فلوس، الفلوس بإذن الله بكرة، بس تجهزي العيديات حتكون بإذن الله جهزت لكم بكرة. طبعا إحنا عندنا كمان النقولات اللي يمتعونا فيها زملائنا، حننتقل وياكم من الحوامة لزميلنا يزيد السالم واللي متواجد في واحد من الأماكن الجميلة يطلعنا فيها على تجهيز الولائم. يسعد أوقاتك يا يزيد، كل عام وانت بخير، عطينا الأجواء والتجهيزات الجميلة لبهجة العيد. هلا وسهلا طبعا نهى، ومساك الله بالخير وكل عام وانتم بخير والله يعيده علينا وعليكم إن شاء الله باليوم من المسرات. طبعا كان ودنا اليوم نطلع من الولائم لكن تغير الموضوع في فترة بسيطة كون البرنامج بدأ وإحنا ما فطرنا في منطقة الجوف، وقبل قليل يعني جينا لهذا الموقع، الموقع اللي يعتبر شريان في منطقة الجوف تحديدا في مدينة إسكاكا. طبعا في عادة عند أهل منطقة الجوف اللي هو ليلة العيد تبدأ إنارات المنازل تشتعل ونشوفها بصورة مختلفة وجميلة، وكان ودنا نطلع منها بصورة يعني مختلفة لكن وقتنا ما يسمح. واليوم أنا معي واحد يعني شبل صغير حصلته بالصدفة، أرحب فيك وأقول لك هلا والله وسهلا وبيك تجي تعال. يا هلا وسهلا ومساك الله بالخير. أول شيء كل عام وأنتم بخير. الثوب الجميل هذا أنت قبل شوي شفتك أنا لابس بدلة، شلون بلحظات بسيطة لبست ثوب؟ خالتي جابت لي الثوب. طيب شلون جابته؟ بسيارتها. هذا وش الثوب؟ ثوب العيد؟ اي. وما شاء الله محتفل من اليوم؟ اي. طيب كيف لابسة ثوب العيد من الحين؟ عشان العيد يجي قرب. طيب ممكن أسألك سؤال؟ أنا بقول لك شيء، اليوم أنت لابس ثوب العيد من بدري تمام؟
لو خرب الثوب هذا من وين لك ثوب بكرة؟ هذه أم تفصل لي. شلون؟ أم تفصل لي. ما يمديك؟ إلا ما يمديك، ما في وقت، ما حد يفصل لي. إلا بكرة خلاص، بكرة بعيد صبح. لا ما يجي. لا جل إصرارك يا ما شاء الله تبارك الله، شكل عندك ثوب ثاني احتياط. إلا عندي الثالث. وين بتروح بالعيد؟ للصلاة. وين؟ للصلاة. بعد الصلاة وين بتروح؟ للبيت أجلس. تحتفل مع البيت؟ إيه. الله يحفظك ويصلحك ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذا واحد من أشبال يعني وأهالي منطقة الجوف، حصلته بالصدفة ما هو لابس ثوب، قال بطلع معك باللقاء، قلت له لازم تلبس ثوب ونشوفك لابس ثوب، وأصر إصرار إنه يلبس ثوب ويطلع معنا ثوب العيد، ويقول كلم خالته وجابت له ثوب العيد، لكن شكل الرجال عنده ثوب احتياطي. خلينا نرحب فيك معنا بعد ضيف ثاني، قول لك كل عام انت بخير والله يعيده علينا وعليك ان شاء الله باليوم والمسرات. شكلك محتفل ومبسوط بالعيد لاني انا حصلتك من بدري هنا بالمكان. الحمد لله وانت بخير وصحه وسلامه، وحياك الله وحيا لقناه السعوديه، وهذا لي الشرف اني اطلع معك وعلى قناه السعوديه. طيب وين بتروح بالعيد؟ بروح اعيد عند جدتي. طيب وبعدين يعني طول ابي جدولك في العيد، ايش بتسوي؟ وش وين بتروح؟ وين بتجي اصحابك اصدقائك؟ اي اول شيء اعيد عند جدتي، بعدين اعيد عند عماني، وبعدها في الليل اطلع مع اصحابي. طيب كيف استعداداتك للعيد؟ انت وين رحت وين جيت؟ ورحت الحلاق ما رحت الحلاق؟ خلصت ثوب العيد ولا ما خلصت؟ لا والله خلصت ثوب العيد قبل 9 ايام، وحلقت قبله ب10 ايام. ما شاء الله هذا من بدري. ايه الحمد لله. طيب هذا اخوك؟ ايه. طيب من وين له ثوب الحين لو بيخرب ثوبه؟ يخرب فيه عندنا احتياطي. ما شاء الله تبارك الله. فصلين اثنين. ما شاء الله تبارك الله، عشان كذا مبسوط ومتدلع. ايوه. يلا يعطيك العافية. الله يعافيك. طبعا انا اليوم في اجواء مختلفة فعلا، لكن تونا بدري في شوارع يعني منطقة الجوف، لسه يعني يا دوب افطروا الناس واهالي منطقة الجوف توهم مفطرين، ولسه حركة السير يعني بسيطة تعتبر باعتقادي، في يعني اقل من ساعة قادمة بنشوف الشوارع والطرقات يعني فل ومليانة، لكن أنا عجبني هذا الشبل الصغير مزبل له ثوب وحاطة في سيارة، ويقول خالطة جابت لها. أرجع لك بالصوت والصورة يا نهى. يعطيك العافية زميلنا يزيد السالم من الجوف، فعلا أسعدنا هالشبل الصغير اللي فعلا كان حريص أنه يبدأ فرحة العيد من خلال هذا اللقاء. طبعا لازم كمان ننتقل لزميلنا مؤيد السلوم اللي موجود بالقصيم في تجهيزات معينة ومخصصة لمقاضي العيد أو واحدة من تجهيزات العيد، ننتقل له مباشرة. يسعد أوقاتك زميلنا مؤيد، كل عام وانت بخير يا رب وعيدك مبارك. اي وضحت الصورة يا مؤيد، وضح تماما هذه الفاكهة اللي ما نستغني عنها، تفضل. جدا الله يسعدك يا نهى، اسعد الله مساك بكل خير، اسعد الله مساك كل مشاهدي القناة السعودية، كل عام وانتم بخير. بالفعل انا متواجد في واحد من اهم المواقع في مدينة بريدة اللي يهتم بتجهيز السفر على حسب رغبات اهالي منطقة القصيم. صباح العيد دائما مناطق المملكة تختلف اختلاف عن بعضها البعض في تجهيز سفر العيد وفي طريقة الاحتفال. اليوم حاب استعرض لكم جزء كبير من سفرة أهل القصيم وش تحوي عليه الناس، جمعتهم وفرحتهم، إيش اللي يتم في أول ساعات صباح يوم العيد. طيب أنا اللي خلفي الآن عدد كبير من الأصناف اللي تم تصنيعه من التمور فقط ومن المنتجات الشعبية، ومعي الشاب ياسر العوس أحد الشباب ما شاء الله اللي مهتمين في مجال التمور. أسعد الله مساك. مساك حياك الله. كل عام وانتم بخير. خير وصحة وسلامة، حياكم الله. الله يسعدكم. طيب ياسر كلمنا أكثر عن هالمنتجات الموجودة، خلنا نبدأ من هالنوع هذا. طبعا هذه منتجات بسيطة ولا تمور كثيرة مرة، لكن هذه بسيطة مرة. هذا طال عمرك اللي هو مفتن، السكر مفتن يسمى ناشف. أيه. كذلك عندك خلاص، هذا عندنا أكليجة
طيب وش فرق المفتل عن الخلاص؟ هذا رطب وهذا ضميد يعني مكبوس، وزودا على هذا احنا طورنا التمر بالشكل هذا اللي هو المحشي على المكسرات، وما شاء الله عليه اقبال كثير كثير كثير. انت طورت على التمر وخليت منه نوع سويت حلا، كيف تمت ذي؟ جيده ما شاء الله تمام، صار عليها اقبال جدا، وكثالث طبيعي يعني ما في يعني حلا جدا جديد. نعم طبيعي. كذلك عندنا الصقيع، الكليجة اهم شيء بالقصيم، الكليجة اهم شيء بالقصيم. طيب كأنه الكليجة هذا صغير نوعه؟ إيه هذا الميني، كليجة ميني طبعا شغل منزلي، فيه كذا نوع منه، فيه الكبير وفيه الميني، فالميني أفضل وأكثر صح. هذا نفسه نفس التمر، هذا تمر بالزعتر، حطينا بالمكسرات وبالزعتر وبالسمسم. طيب كيف يتقبلون الناس انه تمر وزعتر وسمسم؟ تقيس اول شيء ردود الفعل ولا تنزل المنتج على طول؟ ننزل المنتج ونسوي سويت ذواقه. للامانه ما شاء الله ماشي جدا ماشي، خاصه بالعيد يعني كهدايا وكتقديم بالسفره جدا جدا طيب ما شاء الله. وعندنا الصقعي عاد معروف الصقعي، هذا الصقعي كذلك عندنا. هذا دقيقه، الصقعي كم سعره هذا؟ هاي تبدأ الأسعار يعني على شيء 350، هذا 350 تنزل أسعار عاد إلى تقريبا 20 ريال. نعم سنة هذا تم أطيب شيء عندنا. طيب عندنا كذلك هذا الحلا، شوف حلا بالشوكولاتة، وهذه عاد العجوة المدينة. عجوة المدينة مزروعة عندنا في القصيم ولا في المدينة؟ زرعت ولكن احنا ناخذها من المدينة أفضل، ولا زرعت لكن احنا ناخذها من المدينة أفضل بكثير. يعني عندنا التمر مفتل. عاد الآن وصلنا إلى سيد السوق صاحب اليد الكبرى في التمر اللي هو السكري المفتل. طريقة صفه وتحضيره تختلف إذا جاء أحد يشوفها بهالشكل؟ احنا نقدم زواجات لأعياد كثير بهالشكل هذا، فودنا احنا قاعدين نشتغل على التمر ونطوره يعني بشكل كبير ووصله يعني بشكل اكبر من كان. عندنا هنا عاد اللي هو الجلاكسي، سكر الجلاكسي. طيب ياسر يعطيك العافيه، خلينا ندردش انا وياك شوي عن سفره العيد بكره الصباح. نعم. تعال وش اهم الاشياء الموجوده اللي تكون في سفره العيد؟ يعني سفره العيد طال عمرك اللي هي السكر المفتل، وافضل شيء اللي هي العجوة. طيب تمام جميل. ابغى الناس لما يجون يشترون من عندك اليوم او في الايام الماضيه، من متى بدا الاستعداد لشراء يعني كل ما يهم سفره العيد في الصباح؟ من قبله بيومين يعني، من امس بدت اللي هو المفتل ولا العجوة يخفون بعض الاشكال. طيب في ناس تطلب منك حاجات معينه، في اشياء معينه تطلبها منك؟ لا لا لا، معناه التمر هو اللي ماشي. الله يحييك استاذ مؤيد. طيب ودي اتكلم معك على بعض الشعبيات الموجوده عندك اللي هي مثل المعمول، الكليجه بتدخلات جديده. يعني انا عارف ان الكليجه في دبس، لكن اليوم في انواع جديده، كلمني عن هالتجربه انت كشاب. يعني نعم طورنا، حطينا كليجه اللي هو العاديه كليجه الدبس، نزلنا التوفي الشوكولاته، هذول كلهم دخلناهن وما شاء الله ماشيات جدا ماشيات، نحمد الله ونشكره. طيب الشعبيات الثانيه؟ المعامير كثير عاد، عالم كثير عندنا، الدخن، التمر، التوفي، القرفه، اشكال كثيره. طيب اللي خارج المنطقه اكثر شيء يجي عندك هنا ياخذ منك ايش؟ سكري شيخ السوق على المفتل، هو السكري شيخ السوق هو المعروف طبعا كل المناطق. وانتم بخير وصحة وسلامة، حياكم وشرفتونا. شكرا لك ياسر. شكرا لياسر العوس صاحب هذا المكان، حقيقة ما قصر. عدد كبير نهى من تنوع السفرة في منطقة القصيم وفي كافة مناطق المملكة، لعله هناك صفات مشتركة بيننا دائم في السفرة في صباح رمضان في صباح العيد. كل عام وانت بخير نهى إليك. وانت بخير زميلنا مؤيد السلوم، واكيد كل الشكر لضيفك الكريم اللي كان متواجد معنا. اكيد تمر من اهم موائد وصفان الضيافه اللي تكون متواجده في يوم عيد الفطر المبارك. زملائنا ما اكتفوا بنقل هذه التجهيزات، بل عملوا رحله تجهيزات العيد او مقاضي العيد، وهي رحله مع الزميل مشعل الخامسي والزميله بشاير ال قبوس في واحد من اهم اسواق الرياض، رحلة الطيب والحلا، خلونا نشوفها.
اهلا بكم معنا. كل عام وانتم بخير. مشاير عيد سعيد. انت بخير مشعل. لبس العيد له ازياءه المختلفه والجديده طبعا. العيد فرحه ولبس العيد من مظاهر. بنعيش معكم اجواء مقاض العيد. صحيح ان نختلف في ملابس العيد ولكن يجمعنا الحلا والطيب. والطيب يا سلام. طيب احنا بنلخص لكم هالجوله في دقيقتين ونتلاقى ان شاء الله. بالتاكيد راح نرجع نتلاقى نشتري سوا الحلا والطيب احلى مقاض العيد. قضينا وخلصنا العيد يا مشعل. أيامه جميلة ورح نظهر فيه بأجمل حلة في أجمل وأحلى بلد. وكل كل عام وانتم بخير. رحلة جميلة ممتعة كانت رحلة الطيب والحلا مع زميلتنا بشاير القبوص وزميلنا مشعل الخامسي. لسه بقي الكثير من النقل البهجة وين ما تكونون، لكن بعد هالفاصل. السنة برمضان كريمة مع جالكسي تبرعت بالفستان اللي فرحها حتى تفرح قلوب المحتاجين. اتبرعوا بالثياب مع جالكسي الحين وشركائنا الخيريين يحصلوهم ويوصلوهم للمحتاجين. وسوا منهدي مليون ابتسامة. ادعمي نمو عيالك وعيشي معاهم أحلى الذكريات في رمضان. ادعمي نموهم مع كل كوب من نيدو. كلنا نعرفها اللي ما تكمل اللمة إلا لما هي تطل. في أي طلعة نلقاها معنا وافية وكافية ودوم تروينا. نوفا في قلب كل جمعة. هل تنزف لثتك عند استعمال الفرشاة؟
قم بالتغيير. قل أهلا لغسول اللثة من بارودونتاكس، يستهدف 3 مرات أكثر بكتيريا البلاك حول اللثة ويساعد بمنع تراكم البكتيريا. بارودونتاكس، عناية فعالة بصحة اللثة من خبراء اللثة. Have a break. Have a Kit Kat. من أيام الطيبين وحنا كاشخين، مرسمين بالكوبرا وبنت البكار، مطقمين بالكروهات والشارلستن، حتى العبايات غيرنا ألوانها. وعشان نكشخ صح، كشختنا ما تستاهل مسحوق غسيل وبس، كشختنا تحتاج تاول. وبالنعومة دلعناها، بالوان ملابسنا زيناها، بالانتعاش لبسناها. داولي في كل غسلة يحافظ على كل كشخة. خذ لك كيت كات. مشاكل اللثة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل إضافية مثل رائحة الفم الكريهة. بارادونتاكس اللثة زائد النفس والحساسية الجديد مثبت علمياً باستهداف مشاكل اللثة ليساعد على تفادي رائحة الفم الكريهة. بارادونتاكس اللثة زائد النفس والحساسية الجديد. Fill your kids with love and goodness this Ramadan. Nido. Fuel their growth with every glass. مليانة بالفرحة والتجهيزات أكبر وأكثر. حنروح لزميلنا عبد العزيز الحميد واللي موجود في واحد من الحوامات اللي جهزتها أمانة الرياض تحت عنوان عيد الرياض، وأتوقع أنها في حي السويدي. يسعد أوقاتك يا عبد العزيز، جمال المنظر والأطفال، واضح أنك في واحد واحدة من الحوامات اللي موجودة في الرياض. تفضل انقلنا أجواءها وتفاصيلها. يا مرحبا نهى، أمسي عليك، أمسي على المشاهدين الكرام، واللي نقولكم كل عام وانتم بالخير ومن العادين والفائزين. إننا موجودين في أحد الاحتفالات الخاصة بأمانة منطقة الرياض، اللي نقول ما شاء الله تبارك الله أمانة منطقة الرياض، وتحديدا من خلال ليلة العيد وأيضا الثلاث أيام الخاصة بعيد الفطر المبارك. موجودين تفاعلات، حضور، تميز ما شاء الله تبارك الله من خلال تنظيم العديد من المناسبات، وخاصة على موضوع حوامة العيد اللي تسبق طبعا يوم العيد. ويتواجدون مجموعة كبيرة من الأطفال. إذا ممكن بس تعطوني فرصة كلمتين بنرجع لكم. طبعا حوامة العيد هي تنظمها أمانة منطقة الرياض ما شاء الله في مختلف مناطق الرياض في العديد من الأماكن. نتواجد في واحدة من هذه الأماكن وهي حديقة السويدي المعروفة، واللي دائما ما يقام فيها العديد من الفعاليات. موجودة هذه الحديقة، موجود ما شاء الله فيه العديد من الزوار، وداخل هذه الحديقة يتواجد العديد من الفعاليات المصاحبة غير حوامة العيد.
وهذا أمر يشكر عليه أمانة منطقة الرياض على هذا العمل والكبير، خاصة أنه شهدت ما شاء الله تبارك الله جميع مناطق المملكة ومنطقة الرياض فعاليات من خلال ما شاء الله ومبادرة كبيرة من خلال عوامة العيد. أنا أتواجد في هذا المكان الآن ومعي طبعا السحر والذي تلعب دور الأم من خلال هؤلاء الأطفال اللي تواجدون. يعطيك العافية، تلعبين دور الجدة أنت. الله الله، كل عام وانتم بخير، جعل يعاد عليكم بالصحة والعافية والقبول والعتق من النار. آمين إن شاء الله. السحر أنت معك مجموعة ما شاء الله تبارك الله من الأطفال وجايبة معك الحوامة هذه، كلمينا عن الحوامة بشكل عام. يا طويل العمر والسلامة، هاك الحين كنا نهج البيبان وكل بزر يجي مع أهله ولا بالحالة ويقول عطوني عيدي عادت عليكم، هم أننا نكتب نعطيهم ما كتب الله وما قسم، نجمع لهم من ذا الحلويات ونعطيهم فرحة للعيد، يجمعون عيديتهم في ليلة العيد. طيب وش الأشياء اللي تشوفينها وتلامسينها من الأطفال؟ ومن يوم جيتي انت شو الدور اللي لعبتيه؟ شو سويتي انت للاطفال؟ ان ندخل الفرحه لقلوبهم، تعرف الاطفال يتحمسون على العيد اكثر منا يا الكبار، نقوم نجهز لهم الحلويات ونجهز لهم الدراهمات عاد اللي الله يقسمه ولا الله يكتبه، عاد يفرحون بالقليل ويفرحون بالقليل، جعل الله يحفظهم ويسلمهم يا رب العالمين، يجون يجتمعون عندي الصبح وينبسطون يلعبون في ذا الحواشات والله يخلي لنا ولكم. امين ان شاء الله. طيب هذه حلويات ولا فليسات؟ لا هذه حلو، الفليسات نعطيهم اياها في دياتهم، ماني بحطها في ذا يلعبون فيها، نخليها في الشنطه، انا في الشنطه في ذا نعطيها في دياتهم، ماني بعطيهم اياها. انا وش باخذ من الشنطه ولا من السله؟ ابعطيك من السله عاد انت تبير. طيب يعطيك العافية. طيب دائما نبغى نشوف الشيء اللي هم يسوونه. يلا الحين لو بيجي تعال يا مراد، وش تقول للجدة؟ تعال أعطيني هدية. شلون أمي؟ أنا حبيت راسي اليوم، تبي الحلاوة قبل الحبة؟ حب راسي أول. شاطر أبوي شاطر أبوي، شلون أمك طيبة؟ الحمد لله الله يحفظك. تعال مراد، وش اللي ترددون أنتم قبل شوي؟ اهلا اهلا بالعيد، مرحب مرحب بالعيد، اهلا اهلا بالعيد، مرحب مرحب بالعيد، اهلا اهلا بالعيد، مرحب مرحب بالعيد، ها. طيب سحر معليش، انتم الان تدخلون جوا الحديقه، وش الاشياء اللي بتسوونها؟ ان بننشد للصغيرين وبنمشي وبنوزع، كل من بيجي عندنا ان شاء الله بيلقى حوامته وبيلقى حلاوته وبينبسط في ليله العيد. جدة اسمها سحر يجي؟ لا ما يجي. الله يعافيك. تعودنا منيره نوره ساره يعني حصه. اي نعم، لكن انا جدة حديثه. شكرا لك، يعطيك العافيه. شكرا لهم طبعا اللي متواجدين. نوره طبعا ما شاء الله تبارك الله هنا الاجواء جميله في هذه الحديقة، وما شاء الله بظل وجود الأطفال الأهالي الموجودين، ما شاء الله حديقة كبيرة وفيها العديد من الفعاليات. شكرا جزيلا زميلنا عبد العزيز الحميد من واحدة من حوامات الرياض وجمال الأطفال اللي موجودين واستمتاعهم وتفاعلهم في هذه الفعالية. طبعا من الرياض ننتقل مباشرة لسوق الحب بالدمام، واللي يتميز بوجود منتجات عديدة من ضمنها الأزياء وأهمها الذهب والمجوهرات. نستمتع ونتفرج ونشوف أجواء التجهيزات مع زميلتنا شيماء العيد. يسعد أوقاتك يا شيماء، كل عام وانت بخير. أول سؤال أسألك، يا شريتي ذهب ولا ما شريتي؟ وانت بخير وصحة وسلامة نوها، مسي عليك وعلى جميع مشاهدينا. طبعا لازم الذهب، الذهب والحنة. طبعا أنا العيد هذا ما تحنيت لأنه ما شاء الله تبارك الله متأخرة عن الحنة، والحنايات كلهم فل ما شاء الله، فيعني أحد مظاهر الفرح هو الذهب والحنة. شيماء عطينا زي ما انتم شايفين مشاهدينا، احنا اليوم متواجدين في سوق الحب، نبي ننقل لكم هذه الاجواء الجميله. سوق الحب يعتبر من اقدم الاسواق الشعبيه في المنطقه الشرقيه تحديدا في الدمام. في هذا المكان يعني رغم يعني وجود الاسواق الحديثه والمجمعات التجاريه الا ان الناس تتواجد في هذا المكان لعده عوامل، احدها ان كل شيء تبونه موجود في هذا المكان، جميع المستلزمات الاطفال النساء الرجال
كل الأعمار. أيضا في منافسة كبيرة بالأسعار هنا، يعني الأسعار جدا أقل من الأسعار في مجمعات تجارية أو أماكن أخرى. مصورنا اليوم راح يأخذ لقطات للمكان، راح نستعرض لكم البسطات، هذه الأشياء القديمة والجميلة اللي يعني يتميز فيها هذا السوق من زمان. شوفوا البساطة كيف، النساء قاعدين يبيعون البضاعة، الجلابيات، الحلويات، الطراطيع زي ما احنا نقولها، يعني هذه تعتبر أحد المظاهر، مظاهر الفرح للعيد. ومثل ما أنتم شايفين أيضا في إقبال جدا كبير، يعني اليوم ليلة العيد وفي إقبال من الناس على هذا المكان وعلى هذا السوق. يعني زي ما أنتم شايفين أيضا بالنسبة للذهب، محلات الذهب منتشرة في سوق الحب بشكل كبير، وأيضا أسعارها منافسة للأسعار في الخارج في المجمعات أو غيرها من الأماكن الأخرى. الناس تتوافد على هذا المكان، وأعتقد أن لين الفجر راح يكونوا موجودين هنا. وأعتقد أيضا أنه الناس مكملة، والناس اللي تبي ترجع بعض الأمور، تأخذ مقاسات ثانية، يعني أشياء مختلفة. زي ما أنتم شايفين الإقبال والناس، في محلات الآن بلشت تفتح، لأني أعتقد في هذا المكان المحلات بتكون مفتوحة لين الصباح. طبعا احنا يعني اليوم مشاعرنا شوي متضاربة ما بين الحزن والفرح، حزينين يعني بنفارق رمضان، حسينا ان رمضان هذه السنة مر بسرعة، اجواء رمضانية جدا جميلة، لكن ايضا سعيدين ان احنا قاعدين نستعد للعيد، هذه الفرحة اللي ننتظرها واللي نبي ننبسط فيها، يعني قاعدين نستعد للعيد ما شاء الله من منتصف رمضان. الناس مستمرة في التسوق في سوق الحب. أيضا لاحظنا من خلال تواجدنا في هذا المكان أن يعني إخواننا من دول مجلس التعاون موجودين، يجون هنا يتسوقون، عشان زي ما قلت لكم في البداية الأسعار هنا جدا منافسة. يتميز هذا المكان بوجود الملابس النسائية والأقمشة والعديد من المستحضرات النسائية ومحلات الذهب. يعني أعتقد أن سوق الحب يعني هذا المكان متواجد وموجود من سنوات، أيضا في رمضان شهد على فعالية جدا كبيرة مقامة من الأمانة. احنا مستمرين معاكم ونرجع لك مرة أخرى نهى. شكرا جزيلا زميلتنا شيماء العيد من سوق الحب بالدمام. ومن الدمام ننتقل معاكم لوحدة من مظاهر البهجة الجميلة، لما نتكلم أيضا عن حوامة العيد وهي موروث شعبي تراثي يتم بهدف إحياء الموروث العريق اللي ينشر الفرح والبهجة بين الأطفال بقدوم العيد ويعمق أواصر المحبة والتآلف بين الأهالي. خلونا نشوف هاتي سياق تقرير زميلة نجاح لاقي. تفاصيل وتقاليد خاصة، من أهمها الفرحة والبهجة، والحوامة واحدة من مظاهر استقبال العيد، وهي مشتقة من الحوم، لأن الأطفال يحومون ويتجولون في يوم 28 و29 من رمضان على بيوت الجيران لأخذ عيدياتهم، ويرددون بصوت جماعي مرتفع عطونا العيدية، أبي عيدي عادت عليكم من حال زين. من أول كنا نقعد عند بيوت الطين ويجون العيال، نبي عيدي عادت عليكم، جعل الفقر ما يدخل عليكم، ونعطيهم نجيب غضير ونوزع على البزران كل أبوهم حوايم ويروحوا. هذا يعني أيام العيد أنا بالنسبة لي مستمر إلى الآن.
جمال هالتنوع ما بين زملائنا في نقل وتوثيق الحوامات ما بين نجلاء زميلتنا نجلاء ساكت عبد العزيز الحميد وكمان زميلتنا نجاح العقيل، كمان في تميز آخر للحوامة خصوصا أنها من العادات النجدية القديمة وهي فعالية سنوية تقام أيام العيد، طبعا أحيانا الموروث الشعبي مثل ما نعرف، تعزيز للروابط الاجتماعية اللي نشوف انعكاسها على الأطفال والأهالي، غير أنها مثل ما عرفنا ودائما نعيشها أنها تدخل البهجة والسرور في نفوس الكل ما بين الصغير والكبير. خلونا نشوف هالتميز تميز آخر مع زميلنا عبد الله ربيع. الليالي المقبلة فرح وسمار. حوامة العيد موروث شعبي تراثي قديم عرف في نجد منذ القدم ثم اندثر في أغلب البلدان حال عدد من العادات والتقاليد، إلا أنه عاد في الآونة الأخيرة بمبادرات فردية، وبدأ هذه الأيام ينتشر ويعود من جديد إثر العناية بالتراث والعادات الأصيلة والتقاليد الموروثة. احنا قمنا هذه الحوامة مشاركة اجتماعية لسكان حي الملقة بحيث يشاركوننا في الفرح والبهجة والسرور، والحمد لله حققنا ما نطمح له وما نبغاه، وإن شاء الله أن الجميع راضي بالفعالية الجميلة هذه والحوامة ممتازة. حوامة العيد هي موروث شعبي عريق وهو من إحدى مظاهر الاحتفاء بعيد الفطر المبارك. حرصنا في مدارسنا بمشاركة أهالي الحي وأولياء الأمور من منسوبي المدارس في إقامة الفعالية، وحصدنا عديد من المشاركات من سواء كانت من جهات خارجية أو سواء من منسوبين، وتفاعل كبير في هذه الفعالية. الحوامات هذه تسعدنا زي ما تسعد أطفالنا، تسعدنا هي أكيد. من العايدين ومن الفائزين ومن الفائزين. المسرح مرة حلو وكل عام أنتم بخير. كل عام أنتم بخير، عساك من عوادة. فعالية مرة جميلة وأشكر كل من ساهم بهذه الفعالية. تتميز حوامة العيد بعدة عوامل، أهمها تعزيز الروابط الاجتماعية التي يقوى بها المجتمع وإضافة الابتسامة والبهجة لدى نفوس الأطفال، وتهدف لغرس مفهوم المشاركة والتطوع لأعمال الخير ومحبة الجار. من الرياض عبد الله بن ربيعان، السعودية. جميلة وغالية علينا، ومن أهم الأشياء اللي دائما نسأل أنفسنا فيها إنه إحنا كيف حنقضي هالأيام وكيف حتكون ترتيباتنا وجدولتنا. أيام غالية لازم نعيشها بكل تفاصيلها ودقائقها وساعاتها. زميلتنا فدوى الطيار في جدة ما خلت هالسؤال في خاطرها، نزلت لكم وسألت كل واحد فيكم وين راح تقضي العيد، وكانت هذه أجوبتكم، خلونا نشوفها. قضي العيد الفطر إن شاء الله هنا بجدة، ناس طيبين، أهل سعودية ناس طيبين، وما شاء الله وين ما نروح نقول لهم احنا عراقيين يعني تلقونا بالصلوات، والحمد لله والشكر. هاي مو أول مرة نجي، هاي الفضل من الله ثاني سنة رمضان هنا في مكة بالسعودية العفو، والحمد لله إن شاء الله هنا نخلص بجدة. لحقت عيد الفطر هنا علشان عجبتني السعودية أجينا نقضي هنا. عيد الفطر بهذه السنة إن شاء الله رح أكون بجدة. عيد الفطر بقضيه في جدة في الدرة مع أهلي، وعيد الفطر أشوفه جمعة حلوة تجمع مع الأحباب في أجواء جميلة في جدة الحلوة. أجواء طيبة وحلوة وشعب طيب، الشعب هو أهم شيء، الشعب إذا الشعب طيب هو صير الحياة كلها طيبة. حبينا اليوم نيجي
نشوف الأجواء وكثير حلوة والجو كثير حلو والناس والمناطق. وعلى عيد الفطر كمان لبنان احنا والشباب ناويين نيجي نقضيه بالعيد بجدة ونفلها يعني أسبوع زمن نقعد فيها في السعودية هنا بالذات. يعني تحصل من عمل الخير، تحصل من الأشياء الجميلة في رمضان والروحانيات، وبعدين في مكة يعني يكفي إنه في مكة. والله إن شاء الله في جدة هنا إن شاء الله، ما راح أطلع من جدة. من أحلى صراحة أعياد الفطر اللي قضيناها في المملكة قبل تقريبا 3 سنوات. غالبا أعياد الفطر نقضيها مع الأهل في الأردن، لكن غالي يعني الوقت الثاني بنقضيه إن شاء الله بمكة. يعني أجواء جدة أجواء جميلة جدا. السعودية يعني بلدنا الثاني بالنسبة للأردن، هي البلد الثاني ما في كلام في الموضوع ده. جيت من الأردن وحاب أقضي العيد والله في جدة، أجواء ما شاء الله حلوة جدا وجميلة جدا، فإن شاء الله نستمتع فيها كلنا إن شاء الله تعالى. أجواء كثيرة وكبيرة ومتنوعة، ودنا نقل لكم أكثر وأكثر، ولسه زملائنا لازالوا موجودين في الميدان بكل ما عندهم عشان ينقلوا لكم بهجة العيد، تجهيزات العيد والاستعدادات اللي حنعيشها ونفرح فيها بمجرد أن احنا نشوف تفاصيلها. وأكيد حتشوفونها على قناة السعودية السعودية الآن، جاهزين لكم وموجودين. لكن عندنا نقل شعائر صلاة العشاء من مكة المكرمة، وراجعين لكم بهجة العيد. Yeah, I'm in.